وطاعتك جنات وكفك جدول وخيرك سيال وغيرك ينهل حباك إله الكون فضل عطائه فأنت بفضل الله تزهو وتبذل فبذلك للمعروف يغفر زلة ويرفع أوزارا لحملك تثقل لديه محب الخير يسمو ويفضل حياتك جنات وكفك جدول وخيرك سيال وغيرك ينهال أتعلم أن البر للمال حافظ أتعلم فليس بمنقوص ولا يتبدل وربك مبسوط اليدين يزيده ويعظم أجر المحسنين ويجزل ولست تنال البر دون عزيمة تكبير الله اكبر تكبير الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله تكبير الله تكبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نحن الآن في المنطقة اسم هذه المنطقة كاوبا وهذا هو رئيس القرية نحن الآن في ملاوي ففتحنا المسجد الجديد هذه وفرشنا هذا المسجد بفراش ممتاز المتبرع لهذا المسجد هي وضحت إبراهيم السليت تبرعات من دولة القطر بواسطة دكتور مازن الهاجر والداعية فاطمة العلي نشكر الإخوة من دولة القطر على هذه التبرعات كما ترون الناس كلهم يفرحون أول مرة يعني أول مرة عندهم مثل هذا المسجد فنشكر الإخوة المتبرعين من دولة القطر خاصة بواسطة دكتور مازن الهاجر والداعية فاطمة العلي على هذه التبرعات فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه التبرعات في ميزان حسناتهم ويتيم حياة طيبة في الدنيا والآخرة وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياتك جنات وكفك جدول وخيرك سيال وغيرك ينهل حباك إله الكون فضل عطائه فأنت بفضل الله تزهو وتبذل فبذلك للمعروف يغفر زلة أتعلم أن البر للمال حافظ أتعلم فليس بمنقوص ولا تبدل